بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أخواتي الفضليات، إخواني الأفاضل، لدي ذكريات وذكريات بالنسبة لمدينة تبسة. أذكركم بها بشيئين اثنين. الأولى هو أنه كنت في بيتنا قادم إلى تبسة، وكان الجو غائما، وخشيت ما خشيت من الشتاء وتقلبات الجو، فوجهت نداء إلى سكان تبسة حتى يبقوا في منازلهم ويكون الاستقبال فيهم آخر. بين الرياح وتحت الثلوج خرجت تبسة عن بكرة أبيها، رجال ونساء، أطفال وكهول ترحب بها.
لا أقول ذلك رياء، فهذا يسجل. لقد تجولت في بلادي شرقا وغربا، وتجولت في بلادي من الشمال إلى الجنوب، ما رأيت شعبا أكثر منكم ضيافة. وليس هذا بالغريب، فأنتم منبع الجهاد ومنبع العلم. الكرم له أسس، لن يأتي إلا من الرجال الكرام ومن النساء الكريمات. والذكرى الثانية هو أنني كنت في جولة مع الأخ سيد أحمد غزالي الله يذكره بالخير، وسي علي كافي الله يذكره بالخير، وكنا في قاعة من القاعات، قاعة المؤتمرات، فتقدم رجل من بينكم وقال مرحبا باللي جا وجاب معاه. كانت الأيام عصيبة، وكان الإرهاب يصول ويجول في البلاد. فإذا كان قبلتونا جينا وجبنا معنا. فلي أماني ثلاث. الأمنية الأولى هو تعميق سياسة المصالحة الوطنية. قد أقول ذلك في منطقة لا زال فيها الإرهاب مرة بعد مرة يدمي قلوبنا. أجاوب بكل صراحة، ليست هناك قوة في العالم، لا في الجزائر ولا خارج الجزائر، تثني عزم الشعب الجزائري بأن يعيش حراً كريماً في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولهذا كفانا دماء، كفانا دموع، كفانا قتلى. نريد المصالحة وسنعمل على المصالحة. أما من كان منا فهو منا، أما من لم يكن منا فله الجيش الوطني الشعبي وله مصالح الأمن، وله كذلك الشعب الجزائري بأكمله بالمرصاد. لأن يعني الشعب الجزائري منذ 10 سنوات ما كانش يعرف وش هي السلم، ما كانش يعرف وش هو الأمان، ما كانش يرقد من دون صون نفار. الآن الشعب الجزائري استحلى الحياة الجديدة، ماهوش مستعد يتركها. إذا كان الحوار بيننا هو الإسلام، نحن في مهد الإسلام. الحوار بين الإسلام، الإسلام تاع الشيخ العربي التبسي، أنا منه. رجل عالم ومجاهد في سبيل الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وما كل المغريات اللي أتت جاتوا من فرنسا لم يتبعها ويقول اتفقوا مع جبهة التحرير. إذا كان الموضوع شيء آخر فنحن لسنا تابعين للأممية الدولية التي تسمى بالإرهاب، لسنا بتابعين لهذا. لنا مشاكلنا ولنا شعبنا ولنا مصالحنا، ولا بد أن ندافع على الدار قبل الجار، لا بد أن ندافع على الدار قبل الجار. فمني إليكم الجيش الوطني الشعبي تحية خالصة. فمني إليكم وإلى مصالح الأمن كل التبجيل وكل الاحترام.
النقطة الأولى إذن المصالحة الوطنية، سنطابر نطابر نطابر مهما تعطلت الطريق. النقطة الثانية والمصالحة الوطنية والسلم يعطونا فرصة لبناء بلدنا. هذه العشرية الأخيرة وإن قلت فيها الإنجازات داخل الوطن وخاصة في الولاية هذه، إلا بدأنا نرى بواكر الخير. بواكر الخير تأتي بفضلكم، بواكر الخير تأتي منكم. حققنا برنامج صح وتحسنت الأمور من 2000 إلى يومنا هذا. قد تكون الميزانية مرت من 1 إلى 100 من 2000 إلى يومنا هذا، لكن لازال في الخير القدام، لازال الخير القدام. لنا برنامج في الطريق وسنشيده ونتممه، ولنا برامج أخرى بإذن الله سنتممها وسنبدأها ونتممها. النقطة الثالثة هو عشقي في مكانة الجزائر في الخارج. لا أحب الجزائري مدلول، ولا أحب الجزائري مقهور، ولا أحبه يشتكي، ولا أحبه يتصغر أمام الذين يستحقون والذين لا يستحقون. لا بد من إرجاع الجزائر إلى مكانتها الحقيقية، لا بد من إرجاع الجزائر إلى المكانة التي تستحقها حقا وصدقا. فماهوش 10 أيام، 10 سنوات، ربما فاتك 1000 سنة، لكن نسميها 10 أيام. تنغص علينا تاريخنا العريق العريق العريق، وأنتم أدرى بغيركم من بهذا. ماهوش فقط في حرب التحرير، أرض جهاد، أرض جهاد وأرض بطولات. ولا نقبل على أن إخوان والأشقاء والأصدقاء يعاملوننا بكيفية لا تليق بمقامنا. بحول الله سيكون تشييد والأمن والأمان، سيكون تشييد والأمن والأمان لفرض الاحترام على الصديق والعدو، يفرضوا الاحترام على جميع الناس. وعلى كل حال اللي بغى يجينا مرحبا به، واللي تأبى وتعزز علينا نكرموه ليه. لكن في كل الحالات عندنا فرصة نجيب فيها على من نحن. يقال في الخارج بصفة خاصة على أننا لسه مهتمين بما يجري في الساحة السياسية. أنا أقول هيهات هيهات أن يتحقق ذلك. الشعب الجزائري يتابع كل كبيرة وكل صغيرة، وأرى في الميدان وأرى في القاعة إخوان ما رأيتهم منذ سنوات وسنوات. ولكن الحنين إلى المقابلة، الحنين إلى التلاقي، الحنين إلى المصالحة خلاهم يجيبوا. شكرا شكرا شكرا. يوم 9 أبريل مطلوب منا نشارك كلنا، نساء ورجال شباب وكهول، نشارك كلنا في الانتخاب بنعم أو بصوت لأي مرشح مهما كان الاختيار. أنا نعرف الكثير منكم هنا في القاعة، ولكن الأقرب لي
في الجهاد والكفاح وبنيان الدولة هو سي الهادي الخضيري. تفصحت أخي، تفصحت أخي ووشحتني بلقب زعيم زعماء، أنا منكم وإليكم. وبما أن الأخ الهادي الخضيري كان في الداخلية أوصيه خيرا بالانتخابات. أنا متيقن أن حتى اللي تلفت له العناوين أو الأوراق اختلطت يقدر يوريها له. شكرا على هذا الكرم، شكرا على هذه الحفاوة، شكرا على هذه المحبة، زدتوا لي في العمر. شكرا.